أقسام الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى فلما رأى الراهب بحيرا محمدا الفتى راح يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال له يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسلني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما فقال بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فقال سلني عما بدا لك فجعل الراهب بحيرة يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة على موضعه بين كتفيه وكان على ما قيل مثل أثر المحجم سيأتي زمانه يا بحيرة ويكون زمانك قد أفل يا ليتني كنت فتى لرحلت معه إلى دياره وقاتلت معه حتى يظهر على الناس يا ليتني كنت معه وجاء في الأخبار أن رجالا ثلاثة هم زرير وتمام ودريس من أهل الكتاب وقد يكونوا يهودا قد كانوا رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه بحيرة فأرادوه فردهم بحيرة وقال لهم إنه المذكور في إنجيل يوحنا والتوراة ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال فصدقوه وانصرفوا عنه وعاد به عمه أبو طالب مع القافلة حين فرغ من تجارته بالشام سريعا إلى مكة فالله سبحانه متمم أمره ولو كره الكافرون بك بشر الله السماء فزينا وتضوعت مسكا بك الغبراء ودى محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياة حق وغرته هدى وحياة ضع العشاء واسمعني يا بني قل يا أبتي لعلك تعجبت مع هؤلاء النفر العرب من أهل مكة نعم يا أبتي بني إن في الأناجيل المحفوظة لدينا وخاصة إنجيل يوحنا إشارة بنبي سيأتي نعم ولقد تقارب زمانه لا أدري بضع سنين بضع عقود ولقد قرأت في الكتب المحفوظة لدينا أنه سيكون من أهل الحرم بيت الله الذي بناه أبونا إبراهيم في جزيرة العرب اسمع يا شمعون ما جاء في إنجيل يوحنا من أبغضني فقد أبغض الرب ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كان لهم خطيئة ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب ولكن لا بد أن تتم الكلمة التي في الناموس إنهم
أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحنما هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد عليه، وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكي ما تشكوا. والمنحنما هو محمد النبي الذي بشر به يسوع المسيح لكي تتم الكلمة. لقد عرفته باسمه وصفته وعلامات في جسده. بني، إن أدركت مبعثه فلا يفوتنك أن تؤمن به وتتبعه، إنه النبي المنتظر. نعم، إنه النبي المنتظر. هناك يا بني، في جزيرة العرب مبعثه، هناك يعلن دينه للدنيا للبشر جميعا، ولسوف يظهر وينتصر على من عاداه، ولن يترك الرب والكفرة والمشركين أن ينالوا منه، لن ينال اليهود منه، مع أنهم يعرفون أنه النبي المنتظر. جاء ذلك في التوراة الذي نزل على نبي الله موسى، لكنهم غيروا وزوروا وحرفوا، فغضب الله عليهم، ولسوف يدركونه ويعرفونه بصفته. لبل أن أحبارهم سيدركونه ويعرفونه حق معرفته، ثم ينكرونه ويحاربونه حسدا وغلا، ويظاهرون الشرك عليه. يا ويحهم ما فعلوا بنصارى نجران، لكنهم هذه المرة سيهزمون. نعم يا بني، سيهزمون، سيهزمهم نبي الله محمد، سيهزمهم دين محمد، إنه دين جده إبراهيم أبي الأنبياء جميعا. لقد سطع نجمه يا بني، نعم لقد سطع، لقد سطع نجمه يا بني، سطع. أبتي أبتي، ليرحمك الرب يا أبتي، قبل أن تموت كحلت عينيك برؤية آخر الأنبياء، وكم انتظرت ذلك، لم يأتي ابن الحويرث بعد، إنهم في الطريق إلينا، إنما أتينا كل واحد من طريق، فلو علم أفلاد مكة بأسرار اجتماعنا لرأينا منهم شرا كبيرا. حدثتني أمي أميمة ابنة عبد المطلب حديثا عجبا. بما حدثتك يا عبيد الله؟ شيء يخص محمدا ابن أخيها المتوفى خالي عبد الله. محمد، محمد اليتيم، ذلك الفتى الصموت الأمين. بلى، محمد اليتيم. قل، حدثنا يا عبيد الله. حدثتني أن راهبا التقى محمدا وعينه وسأله واهتم لأمره أشد الاهتمام، ثم قال لخالي أبي طالب: عد بابن أخيك إلى مكة واحذر عليه اليهود، إن له الخبر وسوف يكون له شأن عظيم. محمد، محمد اليتيم، بحق رب الكعبة اكتموا ما سمعتم مني، فأنتم تعرفون بطون قريش وسادتها كم يحسدون أخوال بني هاشم ويزاحمونهم لانتزاع السيادة على مكة والحرم منهم. بنو هاشم سادة مكة، وما سادوا بغنى وبطش وفجور، بل سادوا بكرم أخلاقهم ورفيع خصالهم وشجاعة